اللهم صل على دم ثاقين ذريات الوجود بالدوام، وعد ما قد أحاط به علمك يا علام، مما كان وما قد يكون أبد العابدين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجميع الأنبياء عليهم السلام. وصل ربي عند مثاقي لما قد حصل بالتمام من ضرب ذريات الوجود في نفسها بالدوام، فمثله آلاف ألوف ألف مرة يا كريم على رسولك المصطفى محمد سيد الأنام. وصل ربي عند مثاقي لما تقدر أن توجده من الأعدام في الكون ولا مكان حتى ما بعد الحشر يوم القيام، وعد ما يحصل من ضربها في نفسها دائما يا عليم على من الذي اخترته على كل الخلائق ورفعته إلى أعلى المقام. وصل ربي عد الأوامر والنواهي والآيات والأحكام، وعد ما وقع في القلوب من الخواطر والوسواس والإلهام، وعد الحركات والسكنات والأنفاس وألوان الخلائق على من الذي فضلته وقربته ونزلت عليه أحسن الكلام. وصل ربي عند أفراد جزئيات أنواع الأرواح والأجسام، وعد ما خلقته وكونته في هذا الدار وفي دار السلام، وعد موجودات الكونين وما فيها من الحقائق والدقائق على من الذي لولاه لما خلقت الخلق ولا الأفلاك العزام. وصل ربي عند مثاقين ذريات دائرة الإمكان من تحت الثرى إلى أعلى العرش وما قد يكون في الجنان، وعد بعددها يا محيط على حبيبك المختار محمد النبي آخر الزمان. عارفين في الكون والإمكان، وعد ما تعلقت به السبع الصفات والإيجاد والمكان، وعد ما يحصل من ضرب المضروب في كل طرفة عين على من الذي رفعته إلى بساط القدرة حتى رآك بالعيان. وصل ربي عند ما في العرش والكرسي والسدرة والجنان من الملائكة والحور والقصور والطيور والولدان، مع السبع اتباق على من الذي قربته قاب قوسين وكلمته بأبلغ البيان. وصل ربي عند ما في الأرض من الإنس والجن وأنواع الحيوان، وعد ما في الأنهار والعيون والبحور كذا ما في النيران، وعد وزن مثاقين بما فيهم معد أجزاء جميع الخلائق على من الذي استغرق في جمالك وخاطبك بأفصح اللسان. لوح المحفوظ كذا ما في القرآن من الآيات واللغات والحروف والألفاظ والمعاني، وعد أجزاء جزئيات الأكوان وما فيها من العبر والأسرار على نور الكونين سر الوجود محمد سيد أهل الجنان. وصل ربي عند مثاقين جميع ما ذكرت في الأبيات بالمقال
مع عد ما قد حصل من ضرب المجموع في المجموع بالدوم والكمال. على روح الوجود شمس الضحى محمد والأنبياء جميعا وأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والصحابة والآل. وصل ربي عد مثاقل كل ما خلقته في هذا الكون وفي كون البقاء على نور الهدى محمد المبعوث رحمة للعالمين ختم الأنبياء وشفيعه إلهي في الحقير الفقير مسمى باسمه الحزين وفينا وفي جميع المذنبين كما شفعته في أهل العباء. صلوات الله وجميع الخلق بالدوام عد ما قد أحاط به علمك يا علامي على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه والأنبياء عليهم السلام.